شو ليه قاعده كبيره جدا في العالم، ممكن ما يكونش مشهور في مصر شويه بس هو ليه قاعده جماهيريه بالملايين في العالم. يعني لما بتجيب شو زي ده، الشو ده بيخاطب ملايين الناس بره، ال 40 مشارك اللي في الفعاليه عندهم متابعين على السوشيال ميديا برضو بالملايين. لما دول يقولوا ان احنا جينا مصر بعد اكتر بعد سنتين تقريبا، احنا قاعدين ما فيش شغل، ما بنعملش الشو، بس اول بلد قدرنا نعمل فيها شو بعد جائحه كورونا هي كانت مصر. دي اكبر دعايه للبلد واكبر دعايه للسياحه واكبر دعايه لمحافظه البحر الاحمر والمكادي ايضا. We feature motorcycles from with riders from over five nations. We have BMX and mountain bike show. We have pyrotechnics. We have DJ Mosaken. We have a light show, and it's going to be an absolutely mind-blowing event. It's the first time in Egypt and Northern Africa. I think beside Red Bull X Fighters 10 years ago, Egypt has seen nothing like it. And especially the mountain bike and BMX part with Nikoli Rogatkin, the world champion, doing some crazy tricks, will be absolutely mind-blowing and definitely stunts that Egypt has never seen. انا شايف ان الحاجه دي حاجه جديده بالنسبه لي، يعني اول مره اشوفها في مصر، حاجه كويسه، حاجه سبيشال، حاجه مميزه. الواحد يتعرف على رياضه جديده بشكل جديد. اي نعم هي مخيفه شويه بالنسبه لي، يعني ان الحركات اللي هم بيعملوها. We're gonna make it.